ملي كيحسس يخصو مسلم اي التعبات سيدي ربي اللي تيخلق ملي كيحسس يخصو مسلم اي التعبات سيدي ربي اللي تيخلق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انتاج المسلم الامازيغي سنة سنت من سنة الوضوء هو التسمية اي التنبيه بسم الله قبل اي بدا اذا غير كويس قبل السواك مرد السبعة التنبيه بسم الله قبل اي بدا اي توضا يدل بان التسمية تجسنا من سنة الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والحديثات رواة الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أما فأفاش في النبي صلى الله عليه وسلم أكدت النبي صلى الله عليه وسلم وأن يريدنا بسم الله غلب ذا الوضوء هل الوضوء سينقص هذا معنى لا وضوء بمعنى مشي سيقى باطل وإنما يسكي نقص أشكم النفي غير يقام النفي أش نفي الكمال فقط بمعنى وليقى الوضوء اللي كمل الوضوء سينقص أشكم معناش نقص غير السنة اللي هي سنة أش التسمية إذا بلاد مع مسلم غير الوضوء سيقل الوضوء يكمل إلا قيس الأجر القدن يوافق كنيش كان النبي صلى الله عليه وسلم خصتي النبي بسم الله غلب البدايه الوضوء يغير لك البلاص يمكن لك اسم من انسان يغير بين انسان الى خل البلاص يمكن لك قلت الله عز وجل خصتي انها تسمي غارش اسمي غار مصل خطر نص ادير تلفظ السميه يغير مثلا غير المرحاض ولا البلاص يمكن ليش يمكن لك انسان بسم الله اما الا انسان خارج المرحاض خل البلاص ممكن لك قلت الله عز وجل خصتي انها بسم الله ثم يبدا الوضوء اذا اخذت السنه تسند إنتاج المسلم الأمازيغي